نقول لك اختي، هي بالنسبه ديال لي بواط، بالنسبه لي بواط راه خايفه. بالنسبه حنا لينا حنا الشباب، حنا تنكريو الديور الى اخره، فهمتي؟ هذا هو الايغور اللي كاين وصافي. ضروري ورا راس العام هذا. مي حنا سمعيني، نجيك من الاخر، الشراب الحمد لله حنا في المغرب تيقولك حنا مسلمين، حنا هكا الشراب موجود. انت مول الخير من ناحيه الشراب، كلشي على الاقل كاري دار وعنده الشراب، اي باش تعرفي واحد الحاجه، واش فهمتي شنو بغيت نوصل لك؟ اما بالنسبه للي بواط اللي جات فيهم، اما حنا الشباب كلشي مفارضين، حنا بعضياتنا كارين دار جايين من الشراب. البنات انت مولات الخير، واش فهمتيني؟ انت الا بغيتي تمشي تصاري مرحبا بك، وحق الله العلي العظيم، اقسم بالله اختي ما تنكذب عليك، الخير موجود، واش فهمتيني شنو بغيت نوصل لك؟ وهذا اللي كان. وتنطالب من الدوله تيبقاو يبداو عندنا مرض مورا مرض، مرض مورا ورد، والله يعطينا حنا عرفتي شنو؟ بورما، شعتني بورما بورما، علاش؟ حيت حنا الحمد لله عندنا واحد المناعه قويه، واش اللي يضرب اللوبيا عند علي؟ تجي فيه ما تجيش فيه، اون فان دو كورا ما كاين والو الحمد لله. السلام، شنو نقول؟ قول لي رايك بانك داخل الدار دابا. السلام عليكم، وكنطالبوا من الدوله تخلينا تعوض لنا الجمعه بالسبش، وغدا نخرجوا نزاو مع الدراري، ونسكن في الملاح، وتحيه للدراري ديال الملاح وصولوا بلا كارمي، وخوتنا وبغينا حتى حنا نزاو، وطلقوا لينا طلقوا لينا القهاوي، حتى حنا بغينا نخرجوا نشوفوا خوتنا وصافي. شكرا لاذاعه الوانكم، نشكركم على هذا الانترفيو، شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، بعدا هابي نيو يير لكاع المغاربه ولعائلتي خاصه وصحابي وداكشي. وبالنسبه اختي لهاد السدان اللي سدوا دايرين لنا الحداجي، سدوا القهاوي والمطاعم والمسابح وداك الجمله الطويله ديالهم، و 12 يدخلوا الناس في حالهم، راه ما عندها حتى شي معنى اختي. ماشي البارح كنا خارجين حتى 6 الصباح 4 الصباح كندورو، وزعما دابا راه يدخلوا لنا مع 12، زعما هاد كورونا ولا هاد المتحور اوميكرون شي حاجه بحال هكا ياك، هو اللي كاين دابا، زعما هو اللي غادي يخرج بالليل وغادي يردنا لديورنا ولا مش هادي. اش غنقول لك؟ شي حاجه اللي بيزار تقالتها في الحكومه ويفكر فيها اصلا داك رئيس الحكومه ويقولها. دابا غتدخل تحتفل بالدار؟ واش نحتفل اختي؟ انا داخل الناس خدامه اختي، خدامه على 6 الصباح، كاين احتفال لا والو اختي. واختي بالنسبه للاحتفال زعما اللي غادي نحتفلوا حنايا كجينيراسيون ديال 2000 وديال 90 وداك الشيء، كانت في واحد الوقيته بالحلاوه ديالها، كيتجمعوا الدراري كيديروا عشاء في الدار، ما ولات كتوصل لواحد واحد الحاله ديال السكر، وفهمتي تخرج بالطوموبيلات وتمشي وتجي وتزو وداك الشيء، 3 الصباح 4 الصباح اللي كيوقعوا فيها جرائم وحوادث سير، فهمتي حنا تفادينا داك الشيء لاجل والدينا ولاجل العائله ديالنا باش ما تبقاش مشطونه عندنا في داك الشيء، هذا الشيء اللي كاين. وحنا مسلمين، حنا مسلمين بوناني، شوفوا من بعد 2023. بسم الله الرحمن الرحيم، وكنتمنى هذه المناسبه ديال راس السنه لجميع المغاربه احتفال هانئ وبالصحه الحلوه. حنا راه مغاربه، وجيت نهضر على هذا الموضوع اللي هو السدان اللي دايرين القانون. حنا ماشي ضد القانون اللي 11:30، اللي اصلا الشعب المغربي راه 11:30 راه باينه، كل واحد راه تيدخل لدارو في 11:30، شكون اللي تيبقى مور 12 غير الناس ديال الليل. هادشي اللي بغيت نهضر عليه، وحنا راه ماشي مع الحكومه، حنا مع الحكومه، ولكن داك التسيير الناس اللي مسيرين الحكومه راه هادشي اللي تيديروا الله ياخذ فيهم الحق. انت داخل تحتفل ولا ما تحتفل؟ اختي ما كاين لا احتفال لا والو، انا خدام غدا الصباح، وحنا النهار ديال الروبو ديالنا هو النهار ديال الخدمه ديالنا، حيت حنا الشباب ضايعين هاد الساعه، خصنا نصوفيو راسنا، خصنا نصوفيو والدينا، خصنا نخدموا، راه كيعارف اختي. اي اجراءات تديرها الدوله فهمتي، ما ماشي سوقنا حنا فيهم فهمتي، هما متحكمين هما اللي تيديروا، حنا تنطبقوا القانون اللي تيديروه هما، هادشي اللي تنقول انايا فهمتي، بلا ما نبقى يقول لا لا سدوا لا شدوا اي حاجه. دارت الاجراءات دارت الدوله بعد خصك تقبلها كيف ما كانت، حتى هكا عايشين حنا في دوله عندها قانون عندها حكومه، حنا خاصنا نمشيو معاها بحال هكا، واخا نكونوا كونتر داك الشيء خاصنا نمشيو معاها. شنو رايك انت دابا داخل الدار وبلا احتفالات بلا والو؟ زعما على هادشي ديال راس العام يعني ماشي شي حاجه يعني عادي بالنسبه ليا. انا انت كتحتفل ولا ما كتحتفلش؟ لا لا ما كنحتفلش، حقاش انا حقاش انا ماشي يهودي باش نحتفل ولا شي حاجه، فهمتيني كيفاش بغيت نقول لك؟ يعني انا مسلم، يعني انا اصلا ما عمرني ما احتفلت بحال هاد المناسبات هادو ولا شي حاجه، هادشي اللي كاين. شكرا.